السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس بسيط وسهل وسريع لطريقة مونتاج أو عمل مونتاج أو وضع شعار على أي فيديو خاص بك بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة وبدون استعمال البرامج المونتاج الكبيرة مثل الكامتازيا وغيرها، فقط باستعمال قارئ الفيديو VLC المشهور والمعروف والمجاني. هذا القارئ كما تشاهدون كيف نعمل عليه. اولا نقوم بتحويل اللغة العربية لشرح البسيط، بدأ بلا اوتيل ثم بريفيرونس، ثم هنا نختار اللغة العربية ثم حفظ، نقوم باغلاقه وفتحه مرة اخرى الان باللغة العربية. الفيديو الذي سنقوم بعمل شعار عليه وحجب هذه الخانة او هذه العلامة منه، نقوم بحجبها بتغطيتها بصورة بهذا اللون فوقها، كما نضع شعار في هذا المكان. كيف نقوم بذلك؟ اولا هذا هو الفيديو، قمت بتصويره بغرض هذا الشرح، فيديو صغير. الشعار هذا هو الشعار الذي سنقوم بوضعه، شعار بسيط، يمكنك تصميم اي شعار بخلفية شفافة، كما يمكنك عمل الشفافية كما سنشاهد في الشرح. كيف نقوم بذلك؟ نذهب إلى طولز ثم مؤطرات ومرشحات، في هذه الخانة نبحث عن تأثيرات الفيديو ثم في الأسفل overlay فإضافة شعار، نقوم باختيارها ثم نختار الشعار. هذا هو شعار كما تشاهدون، ظهر مباشرة في الجهة العلوية اليسرى للفيديو. من هذا المكان يمكنني إزاحته إلى الأسفل، فيمكنني وضع الأرقام مباشرة 220 و230 مثلا، وفي الأسفل إزاحته إلى اليمين بوضع مثلا 120 أو 154. كذلك من هنا يمكن كذلك الإزاحة بشكل بطيء 180، وهنا 140 أو 250 كما تشاهدون. فالشعار في مكان جيد، وأنا قمت بتصميمه بشكل كبير لهذا يظهر بشكل كبير في الفيديو. فيمكنك تصميم شعار بسيط حسب رغبتك. كما قلت يمكنك إضافة الشفافية من هنا، كما تشاهدون الشعار يمكنه أن يختفي تماما، شعار بسيط. ويمكنك وضع الشعار في الوسط لمشاهدة الفيديو بشكل طبيعي وظهور شعار كذلك. الآن أريد حجب هذا العلامة، فباستعمال هذا المكان كذلك لوجو إيرازي، فاختيار العلامة التي سأقوم باستعمالها تظهر في الجهة اليمنى اليسرى في الأعلى، كذلك أقوم بإزاحتها إلى الأسفل قليل لتغطي جميع كل تلك العلامة، ثم إلى اليمين فتختفي العلامة تماما. العلامة الآن مختفية تماما، كما يمكن كذلك إخفاء هذه العلامة كذلك. الآن أريد حفظ هذا الفيديو، كيف أقوم بذلك؟ ليس بتسجيل الفيديو ولا غير ذلك، وإنما بالذهاب إلى وسائط ثم حول وحفظ، ثم في هذا المكان أضع الفيديو، ثم من هنا convert save، أختار convert، ثم أختار نوع الفيديو. فأفضل فيديو نوع، أفضل صيغة للفيديو هي AVI، فيعطيك صيغة جميلة وصافية. ثم نذهب إلى مرماز الفيديو، في هذا المرماز نختار ترميز 200x264 وهو الأفضل. والذهاب إلى المرشحات، داخل المرشحات نبحث على إيرازي وهو نفس هذا اللوجو إيرازي والشعار إيرازي، اختار إيرازي ثم نبحث على لوجو، هذا هو لوجو، ثم حفظ. الآن من هذا المكان استعراض، هنا أسمي الفيديو الذي سأحفظه
سميته ألفين ثم حفظ، ومن هنا نضغط على ابدأ. الآن يقوم بحفظ الفيديو. هذا هو الفيديو الجديد، لو قرأته بالـ VLC فسيظهر بشكل طبيعي، ولكن ربما لا يمكنني التجريب على الـ VLC لأن الـ VLC هذه الخيارات، هذه التأثيرات محفوظة في الخيارات للـ VLC، وأي فيديو أقوم بفتحه في الـ VLC فيظهر فوقه اللوجو أو شعر. لذا سأقوم بالتجريب على قارئ فيديو آخر، وهو في هذه الحالة جوم بلاير. نشاهد النتيجة. كما تشاهدون هذا هو اللوجو في الجهة السفلية، والعلامة الأفقية مخفية كليا. الآن لحذف هذه التأثيرات يمكنك إخفاؤها من هنا أو عمل إرجاع أو إعادة ضبط تفضيلات الـ VLC من هنا بالضغط على هذا المكان أو أوكي، أو الاحتفاظ بتلك التعديلات لفيديو آخر تقوم بوضع الشعار عليه بسرعة. إذن إخوان كان هذا الدرس البسيط. في الأخير لم تشترك في القناة، هذه القناة، تشترك من هنا وعمل واختيار الجرس وتفعيل الجرس لتصلك كل شعارات القناة. في الأخير شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.